يعني إذا ما اتصلت بهي جانسو هي ما بتتصل؟ ما بيخلوا الواحد يقعد 5 دقايق على راحته. مرحبا سمرة. شو خطر براسك لحتى تجيبها لهون؟ معقول نكمل حديثنا هيك على الباب؟ هيك بتستقبلوا ضيوفك؟ انت عم تمزح برهان؟ هذا كله من تحت راسك ما هيك؟ عم تحومي حوالين بيتي وتحطي لي الشال قدام الباب وهي الحركات. لا سمرة، لو سمحتي اهدي شوي. هاي الحركات ما أنا حلوة من ست أكابر وحلوة مثلك. ست فاطمة، رجاءً لا تواخذيها لسومرة، أعصابها تعبانة بهي الفترة. أنت شو فكر حالك لتجيبها لعندي؟ لازم تتشكريني يا سومرة، أنا بس عم حاول أجمع المصالح المشتركة مع بعضها مو أكتر. سيد برهان ما وحق. أنت لا تفتحي تمك، يعني خطفتي ابني وبعدها جاي على بيتي بدون خجل ابنه؟ بدي شوف مارت وروح. لك لساتها بتقول مارت، لسه بتقول مارت. انت فكرة اني رح خليكي تقربي من هذا الولد؟ لك انت غبية يعني؟ انا حابب اقدم توضيح صغير بهالخصوص. بالمناسبة تسلم ايديكي يا سمرة. طيبين، انا عطيتها وعد للست فاطمة من هلا ورايح فيها تجي وتشوف مارت وقت اللي بدها. انت لا تتدخل بهذا الموضوع برهان. خلص اتدخلت ومش الحال، مو هيك؟ عرفت كل القصص اللي عملتيها انت وفاطمة. شو رح يصير هلا؟ اسمع برهان، اذا بدك تستغل فاطمه ضدي بتكون غلطان. انا ما بعرف هاي المجنونه شو حكيت. انا بس ورجيته على كل الرسائل اللي بعتي لي اياها وعلى كل ثيابك اللي لساتهم عندي لهلا. يعني دفعتي مصاري مشان يخبوا الولد واشتريتي وصفات الدواء لولد ضايع كمان. يعني الحقيقه انت تركتي حواليكي ادله كافيه لحتى تثبتي التهمه على حالك يا حلوه. تعال خلينا نحكي لشوف. احكي معي بأدب لو سمحتي. برهان لو سمحت. مارت وين؟ عند أخته. عطيتيه لأخته اللي قلتي عنها أنا ما بتتحمل مسؤولية؟ وأنت شو دخلك؟ أخي، خبرت ماما إنه الأولاد رح يروحوا معنا؟ لا، ليش لازم خبرها؟ عشان ما يصير معها أزمة قلبية بس تشوف الأولاد عم يركضوا بالبيت. لا، مو لهالدرجة، ما رح يصير شيء. برأيي مارت قضى وقت حلو مع علي، أكيد بيكون مبسوط هلأ. وأنا هيك رأيي. شو رأيك يا مارت؟ بعدين فيك تلعب مع أخوك أردا، لا تطلع على طوله، هو طفل مثلك. بعدين البيت له حديقة كبيرة بتلعبوا فيه قد ما بدكم. تروح معنا؟ مارت بده يروح لعند ماما سمرة. بس حبيبي مارت، نحن مو هيك اتفقنا، مو على أساس تيجي معي وتبقى عنا؟ شوف إذا رحت رح نايمك عندي، بتبقى بغرفتي، إيه؟ إيه بتضل مع أردا، بتضل نايم عنده بالغرفة للصبح. بترجاك أخي لا تعمل هيك، إيه؟ مارت بده يروح لعند ماما سمرة، ما بده بيت تاني. شو نعمل عزراء؟ خليني اتصل بسمرة. الو، نحن جايين لعندك هلا سمرة لانه مارت بده اياكي. مستحيل، ما بيمشي الحال. يعني ما بيمشي الحال؟ مو فهمانه. يعني عزراء انا ماني بالبيت هلا وبتوقع اني ممكن اتاخر وما بعرف امتى برجع. ايه تمام سمرة، منستناكي. لا لا ما بيصير، يعني ما بعرف قديش انا رح اتاخر بشغلي. بعدين اردا اخده وقال رح يبقى عندكم إذا ما عم يقبل أعطيه تليفون. أنا بقنع. مارت بده يروح لعند ماما سمرة. مارت بده يروح لعند ماما سمرة. تمام، بس هو مزعوج كتير هلأ. خدي أحكي معه. خد أحكي مع ماما سمرة، بدها تحكي معه. مارت بده يروح على البيت. مارت بده يروح لعند ماما سمرة. مارت حبيبي طبعا رح تيجي.
أنا رح جيبك لعندي، أنت خليك اليوم عند أردا وأنا الصبح بمر وبجيبك، ماشي يا ماما؟ مارت بده يروح لعند ماما سمرة، مارت بده يروح لعند ماما سمرة. بس اسمعني، هنيك رح تكون مع أخوك أردا، فيكن تعزفوا سوا وفيكن كمان تلعبوا مع بعض، ماشي مارت؟ مارت بده يروح لعند ماما سمرة. مارت لو سمحت لا تصرخ. مارت بده يروح لعند ماما سمرة. مارت لا تصرخ، عملها هيك بتزعل ماما سمرة. ها؟ برافو يا ابني، برافو عليك، برافو يا ابني الحلو مارت. تمام تمام، انت سكر هلا وانا بكره الصبح بروح بجيبه. تمام. واخيرا انت ما سمحتي له يجي لاني هون، ما هيك؟ حاج تحكي حكي فاضي، يعني كثير حابه تلتقي مع اخته؟ برهان قال لي انه انا بقدر شوفه لمارت. انت مجنونه فهمناها، بس على حد علمي ما انك غبيه. بعدي